بصراحة أنا حاسس بنفسي أنا كده وجريء أوي على فكرة، وبصراحة كمان شايف نفسي إن أنا أستحق أكتر من كده بكتير، يعني اللي أنا فيه ده بصراحة مش مقامي إطلاقا. كلام أكيد عن رجل برج الأسد الناري. يلا بينا، أهلا بيكم سريعا كده، برحب بيكم وبرضه بقول للجديد عرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي مشتركش في قناة محمد أبو زيد على اليوتيوب والفيسبوك يا ريت يشترك ودوسوا لايك لو انتوا بتحبوا النوعيات دي، او لو انتوا بتحبوا ابراج الاسد عامة، او لو انتوا عايزين الفيديو ده يوصل لاكبر قدر من اصدقائنا، يعني يا ريت تدوسوا لايك. تعالوا نتكلم عن صفات جوهرية واساسية في اساليب رجل برج الاسد، سواء في الحب او حتى في الصداقة او في الحياة. وخلوني اذكركم ان احنا عندنا حلقة كمان علامات تقدر تحدد بيها بعد الحلقة دي على طول، هتنزل الليلة ان شاء الله. العلامات اللي تقدر من خلالها ان انت تحدد ان الشخص ده معجب بيك او هي معجبة بيك، هنسهل عليكم في الموضوع ده. كمان بذكر عندنا لايف الساعة 9 على الانستجرام، وعندنا بعده بساعة على الفيسبوك الساعة 10، اللي يحب ان هو ينضم لنا ويشاركنا، هزر بنضحك بناخد كل اسئلتكم، يعني عيلة واحدة بقى ولازم نتجمع كل ليلة. انضموا للروابط دي من وصف الفيديو اول تعليق، وعندنا لايف يوم الجمعة، هو هيبقى اليوم الوحيد اللي عندنا فيه لايف على اليوتيوب الساعة 10 مساء ان شاء الله بتوقيت مصر. هو مغرور؟ اي نعم هو مغرور، هو مغرور لدرجة اصبحت ملفتة للناظرين، يعني هو طموح ولكنه كسول. هذا الرجل كسول، او من الرجال اللي شايفه ان ما بتحبش ان هي تتعب نفسها، ان ما بتحبش ان هي تجهد نفسها، تريد الحاجه تجيلها لحد عندها، ولذلك يعاب عليه في النقطه دي. خدوا بالكم من المفارقه الغريبه دي، هذا الرجل غيور جدا ولكنه يحب يتباهى بزوجته او اللي مرتبط بيه، يعني هو بيغير قوي، ما يستحملش حد يقول عليها كلمه او يوصل، بس يحب ان هو يخليها ممكن تلبس لبس ملفت لحاجة واحدة عشان هو بيحب المظاهر شوية، الناس تقول ده جميلة، الناس تقول الله على اللي مرتبط بيها. ولذلك اهتمامك بجمالك شيء أساسي مفطور عليه انجذاب رجل برج الأسد ليك، ولو شاف واحدة أحلى منك عينه هتزيغ، وهي عينه أصلا زيغة لوحدها، فما بالك بيحب جدا الجمال والمظاهر والأضواء عامة، بيحب الواحدة المرحة اللي دمها خفيف، ويكره قوي النكدية اللي هو يخش البيت تقول له حصل وتشتكي والدنيا وجاية على، ما يحبش يتخنق منها بسرعة، ويبدأ يبحث عن راحته مع واحدة فرفوشة تانية. عشان كده خلي بالك من النقطة دي، ممكن تكون سبب خلاف كبير قوي بينك وبين هذا الرجل اللي حاسس بقيمة نفسه قوي. هو بيعرف يتكلم ولكنه في بعض الأحيان قاسي لأنه عصبي، وأقرب للأسلوب المباشر الدايركت شوية، هو ما بيعرفش يلف ويدور أوي، ما إنه بيحب كده بس بيفشل في كده. لما يتضايق بيقول اللي جواه، بيخرج اللي جواه، فلو مرتبط بأنثى حساسة شوية مثلا سي على سبيل المثال زي أنثى برج الحوت أو السرطان، ممكن يقتلها وهو مش واخد باله، لأنه ما بيفكرش في كل حاجة قبل ما يقولها، مش زي بعض مثلا الرجال زي برج الميزان بيفكر، لا هو على طول كده احنا ونصيبنا بقى واحنا بس. هو شاطر في حتة المصالحة، يعني يجيب لك وردة، يجيب لك هدية، يعمل لك مفاجأة، يقدر ان هو يخليك تنسي الموقف اللي هو عامله. في رجال تزعل وما تعرفش تصالح، زي رجل برج العذراء على سبيل المثال، هنتكلم عنه الحلقة الجاية، ما احنا ماشيين في سلسلة عن رجال الأبراج. هو بقى فيه النقطة دي إن هو بيعرف يصالح لو حط في دماغه يعني، وهو أصلا كاريزما، الكاريزما بتاعته بتلعب دور كبير قوي في جذب الإناث ناحية هذا الرجل بشكل كبير قوي. نصيحة بقى، لو أنت صاحبه أو عايز تصاحبه أو لو أنت مرتبطة بيه، هو ما بيحبش المتواضعة، زيه زي رجل برج الحمل كده، المتواضعة الغلبانة زيادة عن اللزوم دي مش هتستهويه إطلاقا. هو بيحب اللي حاسة بقيمة نفسها، وبيحب اللي هي يعني ماشية تقول يا أرض تهدم عليكي قدي، بيحب دي وبيشعر بلذة حينما يستملها، حينما لما تقول له أنا بحبك يا الكيان القوي ده اللي ما بيتهزش، ده ركع لي اتهز لي قال لي بحبك، أنا قدرت، يشعر بقى بالفخر. يعني ما هو رجل أصلا زي ما احنا قلنا حاسس بنفسه، ولكن بلاش عندما، لأنه هو هتعندي هيعند، دي قاعدة ملهاش حاجة غير كده، يعني
هو الطريق. هنعند مع رجل الأسد، هيعند لأنه هو شايف نفسه ملك وقائد وكلمتي، وهو من الرجال التي لا تعتذر بسهولة حتى لو غلطان. يعني ممكن يعتذر بأفعال غير مباشرة، إنما يجي يقول لك أنا آسف أو سوري أو غصب عني أو الكلام ده صعب. ولو عمل كده اعرف إن ده معناه إن هو بيعزك أوي أو إن هو بيحبك أوي، عشان صراحة هذا الرجل الكلمة دي أو الفعل ده مش سهل أبدا، زيه زي أنثى برج الأسد، زيه زي البرنس زعيمة العصابة، بل زعيمة العصابة أشد إحساسا بالزهو وبنفسها من رجل برج الأسد. ما في بعض الصفات كده تلاقي الرجل عن الأنثى في اختلافات بينهم، وده احنا بنوضحه في حلقاتنا عامة. يعني الرجل ده يعني هو مش بخيل، بس هو يصرف على نفسه أكتر منك لو مرتبط بيك. يعني متعتي الأول وبعدين نشوف بقى، فاهمين؟ يعني في بعض الرجال ما الحتة تلاقيها كريمة، زي رجل برج الحوت ممكن يصرف عليك أكتر من نفسه، إنما رجل برج الأسد يقول لك أدلع وأظبط نفسي وبعدين نشوفها بقى. يعني بعد ما أشوف أنا، يعني مثلا أوضح لكم أنا الحتة دي، لو هو معاه 1000 جنيه تمام، واللي مرتبط بيها عايزة حاجة بـ1000 جنيه وهو عايز حاجة بـ1000 جنيه، يبقي نفسه عنها. في رجال زي رجال الحوت ممكن يجيب لها ويقول لك بلاش أنا، فاهمين؟ لا، رجل الأسد لا، فيتهم بالأنانية شوية من هذا المنطلق، بس هو بيحب يعيش سلطان ملك زمانه وما يحبش يحرم نفسه أبدا من أي لذة يقدر إن هو يشعر أو يحصل عليها من الحياة عامة. هذا الرجل بقى خلي بالكم، عشان نختم بالجزئية دي، رجل برج الأسد سريع الفوران، سريع الغضب زي ما احنا بنقول، سهل المسايسة، يعني يغضب ويتعصب بسرعة وهنكسر وهنعمل، بس يهدى بسرعة. هو مش سوداوي، مش شيال، وممكن تلاقيه في أحيان كتير أقرب للتلقائية وجدع. لو حد قصده في حاجة يحب إن هو يعني يقوم بيها، وخلي بالك بيحب المدح قوي قوي والله فوق ما تتخيل، يحب اللي يحسسه ان هو هيرو بطل زمان. وانت ممكن تشوفي انت لو انثى جدي او انثى طور او انثى عذراء، ممكن تقولي والله ما انا مدحة، عشان كده دي مشكلة ازلية بينك وبينه. تلاقي بص انتوا الاتنين ما بتتفقوش، هو عايز اللي يحسسه بقيمته حتى لو تضحكي عليه. هتكسبي؟ ومش كل واحد، مش كل رجل ليه نقاط ضعف، هو ده نقاط ضعف. وانت مش عايزه ان انت تكسبي، ما تمشي عليها، انت هتخسري حاجه. كل يوم انفخي فيه شويه، قولي له كلمه حلوه شويه، يعشق المديح. الراجل ده مفطور على كده، ويحب لما يعمل حاجه، يعني لما يقدم لك خدمه او حاجه تثني عليه. خلي بالكم هو بيبقى منتظر قوي كده، مش ماديا، ما يفرقش معاه الماده قوي، بس بالكلام كده يحس ان هو اتنفخ. هو ساعه ما اتنفخ هيطير بقى تمام، وهو ده اللي عايزه، مش هينام الليل تمام. لازم تجي، لذلك تلاقي نساء الهوائية بتاكل دماغه، الجوزاء والميزان عامة، لأنها نساء عفاريت أوي في الكلام. يعني اللهم إلا هم فيهم صفات تانية ما بتعجبهوش، بس في الجزئية دي لذلك تلاقيه يتعود عليهم بسرعة أوي في البداية، ينجذب ليهم، ممكن ما ينامش الليل من التفكير فيهم، بيقدروا إن هم يعملوا دي كويس أوي. يا ريت اللي نسي يدعم الحلقه بلايك، ادعمها بلايك، اكتبوا لي ارائكم وانا بقرا كل تعليقاتكم، واتعرف كمان عليكم من خلالها. اللي حب يحضر معانا اللايف يحضر زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، هتوحشوا.